ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه؟ الحجاب معروف، وهو ما يحجب الأبصار عن رؤية الله عز وجل، وحجابه النور، حجابه النور جل وعلا، النور الذي هو صفة من صفاته جل وعلا، أو النور المخلوق الذي خلقه الله وجعله حجابا. المهم أنه يمنع رؤية الله هذا الحجاب من النور. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك، يعني ليلة المعراج، قال نور أن أراه، وفي رواية النوراني أن أراه. وأما سبحات وجهه فمعناها السبحات معناها النور، أحرقت سبحات وجهه أي نور وجهه جل وعلا، ما انتهى إليه بصره من خلقه. السبحات هي النور. نعم.